بدي اعمل فشار اعمل لكم معي. لا لا انا ما بدي. ولا انا خدود ولا انا. للمره الثانيه مو هلا اجي اعمل لكم كنتوا تاكلوا معي اعمل لكم احسب حسابكم. قلنا لك ما بدنا. ماشي الله يطعمكم حدا يطعميني هلا. شي فاخر على الاخر نسيت اجيب الكورة. ما راح اصبر لاصب الكاسة. لو خليني اعمل الكل معي ما احسن ما اتفرجوا هيك. يخرب بيتكم من حالكم. وك ايش عملتوا انتو؟ عملت فشار كنت اكلتوها؟ لك مين اكلها؟ الحوض لسه مالها ثواني. انا بعرف انا ما شفت حدا من نوبة اصلا. انت متاكدة كانت ملانة؟ انا ما شفتها ملانة من نوبة. بدي اقوم مخربطة. مخربطة؟ مخربطة يخرب بيتكم من حالكم. انا فرجيكم عايفين لي وحدة بس بقلبها بسيطة. امي امي شباب ليش انزعجت؟ تركنا لها وحدة كاملة. ايش بعرفني ليش انزعجت هاي؟ مهبولة عيفك منها. شو؟ ليه عم تطلع علي؟ المفروض اخر وحدة انا اكلها. الله يطعمك تقرب منها باكلك بسناني والله. اللي بالحق ياكله مجنونة تعلموا لك. وصلنا لك بخير وسلامة الحمد لله. منيح ما حدا شايفني. خليها تجمد شوي لأنه دابت. الله يطعمكم حدا يقرب لهون. بنرجع كل يوم على نفس الموضوع. قولك أنا 100 مرة قلتلكم لما تشربوا كاسة رجعوا غسلوها وحطوها محلها. عبس عبس. أمي أنا جوعان كثير. بدك تعملي أكل؟ لسا ما بعرف بدي أشوف إيش بدي أعمل. روح كول أي شيء من برا. أمي ترى أنا جوعان كثير إيش أعمل؟ روح عم بقول لك كول أي شيء من برا خلصنا بقى. إيش بدي أكل؟ إيش بدي إيش بدي إيش؟ years later. أعمل لك إيه بقول هنسى وما بنساش ليه. بوظة يخرب بيتكم من حالكم. لك استعمال حطيتكم لك الحوضو يخرب بيتكم ما في غيرها. يا عم كرشي هذاك المفجوع وما خدناش مجهودة. يخرب بيتكم من حالكم. اتنينكم عم تاكلوها. انا قلت واحد ضد بس بتعطوا اتنينكم اندل من بعض. عم تاكلوها بالصالون وما لكم سائلين. هي خدوج عبده جايبه علبه داخل عندي هون على الصالون قطعنا ناكل سوا. قلت لها يا خدوج ما بصير بلاقي عبده جايبه منه. قالت انت بدخل اخو جايبه تروح صارت تاكلها وتطعميني. الله لا يوفقك. بليتني يخرب بيتك حق عبده كذب والله. هو والله اه يا كش فعلا اسم على مسمى. تعي لافرجيكي قولي طول بالك. اهدى عبده اهدى استنى خليني افهمك. تعي هنزري تعي هنزري. وين بدك تروحي يعني؟ انزلي انزلي. او بدا والله ما وانا والله ما وانا. الله يوفقك يا مجنون الكلب بليتني والله ما وانا. يخرب بيتا مثل الارض وين عم تهربي؟ تعي لهون. مين الحقير السافل اللي طفى الضوء؟ يشعل الضوء بكرامته احسن له. انا بفرجيكم بس الطعم اكيد هي ام كرش ما في غيرها. اي خلاص بابا ما بتجوا بالذوق انتو. من هيت بنروح الكهرباء.
الكهرباء ما عم تنقطع، مين عم طفي الضو؟ يخرب بيتكم من حالكم. نعم اذا كانوا يفهموا. ايه لا بقى الموضوع زاد عن حده، لا عاد يطاقم نوب. شكلكم انتم ما رح تفهموا بالحكي. يلا انا رجع ادخل على الحمام، رجع ادخل على الحمام. الله يحقين طلعت هذا انت عقب الضوء. ولي انت ايش حضرت ابو كذا؟ انا ما دخلني، انا ما يرعب الحيني. وين بدك تروح مني؟ تعال افرجيك. لك ايه عباس معك؟ عباس معك؟ حاج تقول لي اسمعيني، شايفتين طرشان؟ دومين طالعين اليوم؟ يخرب بيتكم من حالكم، هل حكمت معكم اليوم تطلعوا؟ ما معي مصاري، منين بدي اجيب مصاري اقطع معكم انا؟ 525 لحظة شوي، طولي بالك، خطت على بالي فكرة، بدي اجرب اشوف رح تنجح ولا لا، برجع بحكي معك. روحي سلام. لا ما بصدق، مستحيل. انا عم بقول لحالي ليش اليوم البيت منور ما شاء الله، وكان تاري عبود بيرك عم بحفظ هون. تحكي معي انتي؟ على فكرة انتي فاشلة كتير بالتمثيل، يعني ما وظبت معك الدور ابدا، فايش بدك تخلي من الاخير؟ يو انت ما بدك تغير نظرتك فيني بقى؟ عملت لك كاسة نسكافيه مشان تروق مزاجك وانت عم تحفظ. تفضل يا عمري يا حياتي. انتي حياتي لشوف. طيبة. ها يا عيني عليك، شفت؟ شفت انا شفت من دون لف ودوران. من الاخير شو؟ من الاخير بدون لف ودوران. هن ال 200 ليرة مضطر عليهم كثير، رفقاتي طالعات وانا ما معي مصاري اقطع معهم، بدي اخذهم منك وبس يعطيني قضية برجع لك اياهم فورا. اي انا سمعت من هالكلام كثير قبل، لا تفكر بالموضوع طول حتى. لا والله هالمرة غير كل مرة، اربعة ايام ابوك رح يقبض ويعطيني مصاري، برجع لك اياهم فورا. لحظة شوي، والله فكرة. استني عليك اسمعي، ليكي رح اعطيكي 100 ليرة، هي 100 ليرة كهنين، بس في شرط، خلال هدول الاربع ايام لو ما ترجعي لي اياهم ايش ما بقول لك بدك تنفذي. لا يا بدك تشغلني عندك كمان، بالاخير انت بدك تاخذهم يعني. خلاص ما في، روحي من هون. ولا شو ما في؟ هات هون، هات هون، بعمل لك شو بدك بس بالاحلام. اديله يا معلم، اديله يا بكرش، جيب لي كاس مي. نعم قوم جيب انت، ايش فيك؟ هيك لك، مع انه امبارح كان في 200 ليره انت اخذتيهم مني، واحلى كاسة مي لاحلى عبوده بالعالم كلياته. ولو تفضل عادي لهون، العين بتطرقك. وين بدري انت بيضا؟ ما كنت ضايقه. اه صحيح موسخه. خدوج قوم قومي بسرعه، غسلي سبدرينتي البيضا، بدي البس يلا. لا فهمان انت، والله كثير فهمان، ليه مفكرني خدامتك وما لي خبر؟ طبعا خدامتي لك اشو ولا طاعي بال 200 ليره. قولك الله يخرب بيت هال 200 ليره، وساعة اللي اخذتها كانت ليله سودا، يخرب بيتك من حالك، قرفني بحالي، كانت باطه ومحولي. خدوج شبك؟ ايش فيه؟ اليوم رابع يوم. وين ال 200؟ اما ابوك لسه ما عطاني مصاري. خدوش بدون كذب، ابوك قبض هلا عطانا الكل مباشرة. انت كمان دريت؟ ليك اسمع من اخي، يعني اعتبر اختك واخذته منك، قنصته منك قنص، يعني اختك صغيرة مو مشكلة، اعتبري اخي عيد ميلادي وانت جبت لي اياهم هدية وانا وافقت عليها. والله هيك كنت عارفة رح تعملي هيك، استني جاي لك. يو شوفوا هاد وين راح؟ شو؟ رح اعطيه مصاري ولا لا؟ طول بالك، لا تهون، شو بدك تعمل؟ بدك تضيع مصاري ولا لا؟ اسمع طول بالك، انت مو بدك المصاري، خلص مصاريك رح يصيروا عندك معطرات ومسكات، انت تحت مخدتي، روح خذ شو بدك، مو مترشني بالمي، خلص خلصين روح. الله رشك قال، مين قال هيك؟ خرجك، الله يقيمك. حيوان! قولي تحولت هيك.